كان لسه مفكر في كل حاجه في الحاجات دي بتاعته. هي البدايه ممكن تكون بتاعته، بس بعد كده لا، الموضوع مش كده. الموضوع انه هو بدا يجيب ناس تفكر له، بدا يجيب ناس وهو يشتغل معاك، بس هو عنده الكواليتيز اوف ذا انتربرينور. هو ده الفرق اللي احنا اتفقنا عليه، العشرة دي اتفقنا عليه. اوكي طيب، هي جفت، هو موضوع جفت، يعني هي موهبه ربنا اداها ناس. ما احنا اتفقنا ان الكرياتيفيتي مش هي الانتربرينور شيب، وقلنا الكرياتيفيتي موجود عند كل الناس بس بتختلف من حد لحد. هل الانتربرينور شيب ده جفت، يعني شيء كده ربنا وهبه للناس ومش هيوهبه للناس الثانيه؟ لا، هي مهارات. ثانك يو، هي بالظبط كده مهارات. يعني المهارات دي اقدر اتعلمها؟ اقدر اتعلمها. يبقى هي ايت ستوت، اتس نوت ا جفت. ما هي طريقه تفكير اكوردنج للرولز. لو انا بفولو الرولز دي، يعني انا عارف ان الفكره اللي بتجيلي انا ببقى ديفوتد ليها، بشوفها دوبل ولا لا، بعرف اكمل عليها ولا لا، هكمل. انا لو ديفوتد وديترمايند وبعرف انفذ وبدات افكر في الموضوع، خلاص يبقى انا هعمله. ما لهاش حل، انا هفضل وراه لغايه ما اعمله. لا، هو الجزء الاكبر توفيق ربنا مش موهبه. فاحنا بنتكلم هو توفيق ربنا، بس هو انت لو هتعمله ما لهاش حل، انت هتفضل تشتغل عليه ليل ونهار. هي هو دي الفكره، هي دي فكره الانتربرينور. هو حد عكس ما الناس متخيله خالص. هي متخيله انه يعني الناس اللي هي مثلا زي دي، ده بالعكس، ده قاعد في بيتهم نايم ما بيعملش حاجه وهي فلوس بتجيله بتجيله يعني. لا، هو لو كان كده ما كانش يوصل لده، ما كانش عارف يبقى كده. الموضوع مختلف تماما. طيب، هو احنا بقى كدكاتره ينفع اصلا نبقى انتربرينورز؟ يعني انت عمال تهري تقول لنا كلام، يعني احنا مالنا بيه؟ احنا ايه اللي وجع دماغنا في الليله دي كلها؟ انا مالي؟ صح، احنا كدكاتره ينفع نبقى انتربرينورز؟ ليه بقى؟ هو هي دي بدايه الموضوع. ليه لا؟ عارف بقى مش ليه لا بس، فوربس يعني لما صنفوا الانتربرينورز اكوردنج تو ذير باك جراوندز، لقوا انه الميديكال بيرسونال يعني او الميديكال ستودنتس هم ذا بيست رو ماتيريال تو بي انتربرينورز. يعني لقوا انه طالب طب ده اللي قعد 6 سنين يدرس طب، ده قعد يدرس اناتومي وفيسيولوجي وحاجات حلوه كده ما لهاش اي علاقه بالكلام ده، هو احسن واحد يبقى انتربرينور. كلام غريب شويه صح؟ هو ليه يبقى انتربرينور اصلا؟ طيب نجمع مع بعض، ايه رايكم؟ حد فيكم جرب يتعامل مع عيانين قصر العيني الجمال؟ اولا احنا كدكاتره قبل ما نتعامل مع عيانين وي تريت او وي ديل ويز انسرتينيتي ديفينتلي، ده حتى بره يعني هو الكلام ده فوربس اللي بتقوله مش انا. طيب هو ليه احنا بنديل ويز انسرتينيتي؟ هو معلش يعني هو الليفر سيروزس ده شكله ايه يعني؟ انت شفته؟ تعرفه؟ هو كليان بريده يعني النرف بيحصل له ايه يعني؟ الدايابيتس ده عامل ازاي يعني؟ قولي لي كده، احكي لي عن الدايابيتس شويه، انا ما اعرفوش. اي كلام، احنا كل ده احنا ما شفناهوش، احنا ما نعرفش، يعني احنا بنتكلم على حاجات بنشوف الساينز والسيمتومز بتاعتها لكن ما بنشوفوش. احنا وي دونت هاف ذا فاكت، مش زي بتوع الهندسه. لا، هو عمل المكنه وشايفها قدام عينه، الموضوع مختلف تماما. احنا بالنسبه لنا احنا بنتكلم عن حاجه وي تريت ذا ساينز اند ذا سيمتومز بتاعتها، احنا ما شفناها، احنا وي ديل ويز انسرتينيتي. طيب حاجه ثانيه، ريسيرش واكسبيرمنتنج، ايه رايكم؟ انتربرينور يعني لازم يكون واحد بيدرس كتير، يقعد يجرب في السوق هنا وهناك ومش عارف ايه، ويكسبيرمنت الموضوع. احنا بنعمل الموضوع ده ولا ما بنعملوش؟ ما بنعملش غيره. احنا بنتريت ازاي اصلا؟ بنجرب. بنتعلم ازاي؟ بنجرب. يعني حضرتك لما تبقي امتياز كده، ان شاء الله انا ما اعرفش انت امتياز ولا لا، بس لما تبقي امتياز هتعلمي ازاي؟ هتجربي. طب لما تبقي نايب هتعلمي ازاي؟ هتجربي. طب لما تبقي مدرس مساعد هتعملي ايه؟ هتجربي. تفضلي تجربي طول حياتك. هو احنا يعني اكشلي ده اللي بيحصل. احنا بلاش في مصر، مش بتكلم بس عن مصر، هو بره الطب عباره عن ايه؟ مش ايفيدنس بيزد ميديسن. يعني ايفيدنس بيزد ميديسن يعني احنا جربنا وشفنا انه ما نفعش فما عملناهوش، او جربنا وشفنا انه نفع فعملناه. فريسيرش والاكسبيرمنتنج دي قويه جدا عندنا. طيب العينين، نيجي للعينين. ايه رايكم في عينين قصر العينين؟ عندي تقعد مع العيان، عندك حاجه يا ماما بتشتكي من حاجه؟ ده ما بتشتكيش من حاجه يا دكتور، ده كويسه وزي الفل. يعني عمرك كنت بتتعالجي من حاجه؟ لا يا دكتور ما بتعالجش من حاجه. ما تاخديش اي ادويه؟ لا ما باخدش اي حاجه. طيب
لا يا جدع ده شكوى يعني مش مشكله. تبتدي تكلمي معاها كلمه في الثانيه تقول لك اصل انا بقالي حوالي 15 سنه بتابع مع دكتور فلان. طب بتابع مع دكتور فلان ليه؟ اصل انا عندي السكر وبعد ما جالي السكر رجلي كان حصل فيها غرغرينه وقطعوا لي رجلي، وبعدين بعدها اكتشفت ان انا عندي الضغط وبدات اخد دواء ضغط، بعدها جالي جلطه ودخلت عملت قسطره. طب السؤال اللي انا سالته لك الاولاني ايه علاقته باللي انت بتقوليه ده؟ يعني انت قلتي لا لا دكتور ما انا كنت فاكره ان دي حاجات قديمه ما لهاش علاقه خلاص. فبالتالي احنا عندنا كواليتي مهمه جدا ان انت بتفضل قاعد مع العيان تنحر في قلبك وتتكلم وتجيب، وده كوميونيكيشن سكيلز عنيفه عنيفه مع العيانين. كل الدكاتره كده. عندنا حاجه ثانيه، عندنا فكره الايديوكيشن انتربرينور، يعني واحد بيتعلم على طول وبيعلم على طول بس he never reveals his ideas. ده شرط في الانتربرينور، يعني تتعلم تتعلم من كل حد من الصغير قبل الكبير. تعلم ده فانا في علم بس I don't reveal my ideas. هو ده الانتربرينور. هل احنا فكره الايديوكيشن عندنا ولا لا؟ يعني انت لو عندك فكره وانت شغال عليها مش المفروض تقولها صح؟ لان انت المفروض ان انت بتسيك اوبورتيونيتي صح، انت مستني فرصه. فانت تخيل ان انت الفرصه اللي انت مستنيها دي قمت رايح قايلها للناس، طب اهلا وسهلا يعني فين بقى الفرصه صح؟ لكن فكره الايديوكيشن موجوده عندنا ودي one of the qualities. طيب فكره ان احنا بن كير فور ذا ديتيلز، هو دايما بيقول لك انه الدكتور بيركز في كل التفاصيل فيبص على كل حاجه. كتير جدا يبقى داخل لك مثلا ولد والام بتتكلم مش عارف ايه وتشتكي من حاجه، وبعدين تبص على ابن مثلا على اخوها ابنها الثاني اللي معاها مثلا تقول له هو الولد ده عامل كده من امتى، فتطلع حاجه ريليتد بالكونديشن بتاعه الولد اللي هو واقف يتكلم صح يعني. فهي الفكره كلها ان احنا وي كير اباوت ذا ديتيلز، دي مهمه جدا، دي وان اوف ذا 10 ديز اللي احنا اتكلمنا عنها. بعد كده اخر حاجه انه الانتربرينور ده اكيد بيديل مع الكريتيكال سيتويشن صح، يعني اكيد في مره الشركه بتاعته دي هتقع هيبقى كارثه والدنيا هتروح، فلازم يتصرف. مين اكتر حد في العالم بيتعامل مع كريتيكال سيتويشنز؟ في اكتر من جاي لك بني ادم بيموت وانت تلحقه، عايز ايه كريتيكال سيتويشن اكتر من كده؟ اكتر من روح ربنا بيخليك سبب ان انت تنقذها، انت عايز يعني ايه كريتيكال سيتويشن في الدنيا ايا كان هيبقى اكتر من ده؟ فاوريدي كواليتيز دي المفروض انها موجوده في كل ميديكال ستودنت وهو طالع، فليه لا؟ هو ده السؤال او الحاجه اللي المفروض نسالها لنفسنا، ليه لا؟ اوكي؟ اخر حاجه انا خلصت، هقول لكم قصه صغيره في دقيقه بالظبط. لحد انتربرينور مشهور قوي اسمه كيشيري تويوتا. كيشيري تويوتا، عارف شركة تويوتا؟ تويوتا هو ده الشركة باسمه. الراجل ده كان في الحرب العالمية الثانية زي ما انتوا عارفين كانت سنة 45، امريكا ضربت اليابان بقنبلة نووية، قنبلة نووية مش واحدة اثنين، فبقت اليابان دي مفيش الهواء فيها، صحراء جرداء، هي اصلا صحراء يعني بقت قريه ما بقاش فيها بني ادمين كمان، فالموضوع ظلم خالص. بعدها بدات امريكا تسيطر على اليابان وبدات تتعامل في الموضوع، فخلاص مسيطره على الاقتصاد وعلى الوضع كله من اوله لاخره. فبدات تعمل معارض في وقت الخمسينات اللي هي كانت جنرال موتورز، اتفرجوا على افلام الخمسينات كانت شركه كاديلاك مثلا وجي ام وشيفروليه وكده، هم ملوك الصناعه في الوقت ده. فبيعملوا معارض لعربياتهم دي في اليابان على مدار اسبوعين زي ما عرضتوا معاك مثلا او فورميلا او الحاجات اللي عندنا بالمنظر ده. تويوتا ده كان عنده 19 سنه وقتها، فكان بيجي يتفرج يعني ساكن في قريه بعيده كمان عن طوكيو، فبيجي كل يوم اول ما المعرض يفتح الساعه 8 الصبح لغايه ما المعرض يقفل يقعد يتفرج على العربيات، يقلب في العربيه حته حته ويقعد يتفرج عليها مش عارف ايه كده. فجاي مدير المعرض الياباني يعني لما شافه منظره جاي من خلفيه متواضعه والعربيات دي غاليه جدا والبلد مضروبه بقنبله نوويه، فقام جايبه قال له هو انت يعني جاي تعمل ايه؟ معلش يعني بس انت شكلك كده مش عمرك ما في يوم من الايام هتعرف تشتري عربيه من العربيات دي، يعني ايه اللي بيخليك تيجي كل يوم يعني تتفرج عليه؟ قال له لا انا مش جاي عشان اتفرج على 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 العربيات دي، انا جاي عايز اعرف الشركات دي بتعمل عربيات ازاي عشان انا لما اعمل عربيه في يوم من الايام اعرف ازاي افلس الشركات دي زي ما عملوا فينا كده. فالراجل طبعا كان رده ليه انه ايه؟ طب اضغطها كويس وانت نايم مفيش مشكله وارجع بيتكم.
ده يعني خلاص عيش حياتك حبيبي، اعمل انت عايزه مفيش مشكله. بعدها بثمان سنين عرض مشروع على الحكومه اليابانيه، الحكومه اليابانيه اتبنته ودعمت له المشروع ده ان هو يبدا اول مصنع، يعني اول مصنع عربيات تويوتا في الخمسينات، في اخر الخمسينات. وبدا عمل مصنع واشتغل. الراجل ده فضل عايش طول عمره ان هو رئيس مجلس الاداره بتاع الشركه، ومات سنه 98. سنه 98 الراجل ده لما مات، شركه تويوتا كانت شركه محترمه جدا جدا، يعني شركه ليها اسم وليها وزن في السوق وليها مبيعات قويه جدا. بس هو كان حلمه ان هو عايز يعمل العربيه دي عشان يفلس الشركات الامريكيه. هو مات ما شافش الحلم ده حصل قدامه. سنه 2005 جنرال موتورز اعلنت افلاسها. كان المصنع نمرة 2 في العالم هو شركة تويوتا، ونمرة 1 في الولايات المتحدة الأمريكية هو شركة تويوتا. فبعد ما الراجل مات بسبع سنين، عشان هو اشتغل على حلمه طول حياته، اتحقق. هو ما شافوش بس هو اتحقق. هي دي نفس الفكرة اللي أي انتربرينور عايش بيها. هو عايش لحلم، في حلم هيوصله، في حاجة هيعملها، فهيفضل شغال ويفضل مؤمن إن الحلم ده يتحقق حتى لو باين إن هو مستحيل. انتظر إن شاء الله لما في يوم من الأيام هيتحقق. Thank you.